شارع الحمراء بركي من أهم الشوارع ببيروت وبلبنان. ليش؟ لأنه مزيج رهيب بيمثل فعلاً شو هو لبنان. إذا عم نحكي الأعمار، إذا عم نحكي الأجيال اللي عايشة هناك، إذا عم نحكي سياسياً دينياً اجتماعياً، من كل شيء موجود بالحمراء. اليوم بيصيرنا استقبل شخصين من جمعية أحلى فوضى، الرئيسة السيدة إيوان عساف، أهلا وسهلا فيك، والمسؤولة عن المواصلة الكوميونيكيشن السيدة هلا ناصر الدين نجار. رح بلش مع الرئيسة سيدة عساف. أول شيء جمعية جديدة، نعم، أحلى فوضى. أحلى فوضى، فوضى مثل فوضى البلد أو... لا، فوضى بناءة. فوضى كرياتيف. كرياتيف. فوضى فرح. نعم، you can call it فوضى فرح. فوضى فرح وبناء. نعم، اللي رح يصير إنه استلمتوا، إذا فيني أقول، مهرجان الحمراء، ما هيك؟ مهرجان شارع الحمراء، وابتداء من هالسنة بواحد حزيران بيبدأ الفستيفال. شو بده يصير السنة؟ هو الفستيفال is for one day، عاملينه بالتعاون مع جمعية الجارة الحمراء، ونحن كنا عم نشتغل على بروجيات قبل الفستيفال لبيروت ابتداء من شارع الحمراء. فعم نعمل المهرجان تن هايلايت البروجيكت اللي بدنا نعملهم. عنا 10 مدارس مشتركين معنا ببروجكت ارت اسمه حمرة كتير كول، وحيكونوا بالمهرجان. هالمدارس المشات بدهم ينقوا الويننج ارت ورك، ومن بعد المهرجان بدنا نبلش امبلمنتنج الارت ورك على حيطان بشارع الحمراء. اوكي، خليني بس ارجع شوي لورا. الشارع رح يكون مسكر للسيارات، كله مسكر، ما هيك؟ بهذا نهار بواحد حزيران. وبيسيب اي نهار السنه؟ احد، نهار الاحد، احد الجاي، من عبكرة. من عبكرة السيارات بنصفهم برا على جنب. إذا كنا من الحي أو من المنطقة بننزل مشي أكيد أو على البايك. شارع كله سوا للمشيت. المدارس راح يعني شو اشتغلت؟ هو تصوروا الشارع كيف فيهم يحلوه يعني؟ لا، نحن نالهم تو فيجن كيف هني بيشوفوا الحمراء. ففي different artwork حيكون on display، والفكرة أنه لما تفوت على الحمراء الحيطان اللي بيكونوا بالفساد يكونوا like an artwork. أوكي. تفوت تشوف حيطان فيها artwork، تشوف ورد، تشوف فن، تصير cultural يعني الشارع. من هون انطلقت الفكرة. ما زال حكيت عن الورد، بركي هيك ملاحظة على شارع الحمراء أنه من الشوارع يلي منا خضرة كتير. Absolutely. ففي شيء بهذا الموضوع؟ في عنا flower market for the day، وعنا book market، وإضافة للارت ورك وأذر ثينجز. بس هي الفكرة حتى زارعين تو جاردنز بس لنهار الاحتفال، حتى نوعي الناس إنه في إمكانية يكون في خضار بالحمراء. ليش هالخضار ما بيبقى؟ يعني نتمنى يبقى، بس نحن زارعينهم بنص الشارع for the day. بالمستقبل إذا بتصير الحمراء شارع مشاة it will be excellent يكونوا هالجاردنز فيهم إن شاء الله. يعني هلا عم تشتغلي على الكوميونيكيشن، التنسيق والتواصل مع مين؟ مع الجامعات، المدارس، والمجتمع؟ هلا مع الكل، لانه بدنا اول شيء نعمل نهضه ليعرفوا مشاريع الاحلى فوضى والاهداف الاحلى فوضى. سو بهمنا الكل يكونوا معنا بيتشاركوا بهالموضوع، لانه بالاخير بناء بيروت هو بناء جميع اللبنانيين يعني. سو شارع الحمراء شو بيمثل بالنسبة لكم؟ حضرتكم أول شيء من بيروت؟ لا. بس الكلمة اللي أنت قلتها بالأول، شو هي شو بتمثل الحمراء؟ هيدي من هون انطلقت الفكرة. الحمراء ملونة من كل الأنوان، كل الأجناس، كل الأعمار، بعدين محاطة بجامعات، سو منطقة سقفية وملونة ما إلها طابع، وهذا جمالها للحمراء. منشان هيك نحن ببلشين من الحمراء. جبتوا لنا فيلم معكم، خلينا نحضر سوا هالمشاهد. خدني على شارع الحمراء. شارع الحمراء غني بتراث، وبتطلع فقر من ناحية الحفاظ على الحضارة بالبناء أو بالألوان. هيدا كله لازم يترمم ويترتب. خدني على شارع الحمراء، خدني معك تحلالي بالحمراء السكرة، اشرب كاس المحبة. الجنينة حرب تحولت لما كب زبالة، جانا نحن رممناها وزرعناها عن جديد. تعتبر كتير صغيرة بس كان شبه مستحيل نقدر نشيل الزبالة ونعمل هالجنينة. خذني معك وديني على شارع الحمراء.
هل الجنينة الصغيرة أخذت صعوبات هالقد؟ اي واجهتوا صعوبات لتقدروا تنموا؟ واجهنا كثير صعوبات. أول شيء لأنه بدنا نزرع بيقولوا لك ما في مي، ما في إمكانية. إن فاكت منيح اللي جبت السيرة، امبارح من يومين عم بحط بوسترز بالحمرة قاطعين الشجر، بدهم يحطوا بانو دعاية، قاطعين الشجرة تيحطوا بانو دعاية. نايس. يعني هيدا اللي بيحزن. سو أكيد كان في صعوبة بزرع الجنيني، وأكيد نحن حنضلنا نحاول تنزرع أكثر. يعني عن جد شيء بيزعل، لأنه شارع هيك فيه ناس، ما كمان بدنا ننطفه من هالسيارات، بدنا ننطفه من هالعجقة. بده لون، بده ورد، بده خضار. نعطيه. وعلى كل حال كان أخضر أكثر من هيك يعني وبيرجع بيصير أخضر. إن شاء الله. وبيرجع بيصير أخضر إن شاء الله. ومش زهور على طول، الناس بتفكر بزهور، إيه زهور بدها مي كثير وبدها اهتمام، بس في نوع شجر منه بحاجة ل وزهور فيه كل محل، كل بلكون يسقي الورد. يعني صح. جمال بيته، جمال محله كمان مهم. لكن المدارس يلي بركي هلا بتخبرينا شوي، المدارس يلي تعملت معكم بسئ المسابقة، شو تصورت وشو رح تقدروا تنفذوا؟ والفكرة انه ننفذ شيء او بس ناخد فكرة عن الشباب كيف بيشوفوا هالشارع؟ بدي بس ارجع لموضوع انه رمز الحمراء ليش مهمة. إيمان دايما توصف الحمراء كـ heartbeat of بيروت. من هالانطلاق نحن جمعنا المدارس اللي حول بيروت لهن راس بيروت ليقولوا شو رأيهم، what's their impression of حمرة كتير cool. من هالimpressions رسموا لوحاتهم، وحيكون في مسابقة نهار الفستيفال حينعرضوا كل الرسمات، والرسمات اللي بال visitors وال يعني الكل اللي بيجوا بيزوروا والكوميتي بيقرروا اللوحة المناسبة حتزين الحيطان ال هيك neglected بالحمراء. So اشتراك المدارس لهن يحسوا حالهم engaged in the development of their community. يعني هذا بوستر اللي عاملينه لهالسنة Sunday June 1st من الساعة 10 للساعة 11 بالليل بشارع الحمراء، طبعا يلي راح يكون خالي من السيارات. راح يكون في موسيقى، راح يكون في نشاطات طبعا. شو فينا نقول للناس شو بيستنظروا غير معرض التلاميذ؟ هو مقسوم لثري زونز الفستيفال. زون الطريقه ذا اولد واي اللي فيها كل شيء قديم او تقليدي، من الاكل التقليدي، دق العود، الحكواتي، الورد التقليدي، الجاز ياسمين والقرنفل والقهوه العربي. وبتنقل منها على زون مودرن اللي هو كل شيء فاشن اكسسوارز ارت ان مودرن واي، وبيكون في ستيج ويز لايف باندز. هلا البرفورمنسز اللايف باندز هلا مور اوير اوف ذان مي. بعدين في زون للاولاد، زون الاولاد ديفرنت تايب اوف اكتيفيتيز للاولاد، حتى يعني بده يكون نهار انترتينمنت للعائله من اي تو زي، يو نو كفرينج اول ايفريثينج. بس الانترتينمنت بس بدي اضيف على الزون اي، حيكون في كل زون حيكون في انترتينمنت بروجرام. يعني زون اي حيكون في طرب عربي، حتى في ست بتغني لاسمهان وبتلعب العود هيك. أوكي. إيش نرجع للطريقه القديمه بس بثقافه وفن. والطريق الحديثه زون بي حيكون في مسرح فيه بروجرام من الصبح للمساء. حيجينا live real Brazilian parade، حيكون في شيء 3-4 parade throughout the day. نعم. وعندنا كمان a celebrity act، يعني بدكم تجوا على الحمرة وتشوفوا مين. مفاجأة؟ yes. وفي عندنا كم celebrity act، comedians and musicians. okay. وbands، بس من جو حتى African drums، ويعني من جميعه. and very interesting acoustics, break dancing، حتى Bollywood fashion dancer. fashion show. and a Bollywood dancer. so yeah. الاشياء اللي حاطينا مميزه and it caters for all tastes. حتى لنختم الايفنينغ حيكون في اوبرا and French, Italian, Spanish، يعني من جميعه. it caters to all tastes. يعني مثل ما شارع الحمراء هو مزيج لكل هالثقافات وهالناس، المهرجان ومضمون المهرجان رح يكون كمان مزيج. صح. وحتى زون الاطفال عندهم مسرح لحالهم، وعلى المسرح في entertainment program وفي science lab. يعني بالزون تبع الاولاد في فيهم الأهل والأطفال يتعلموا إشياء جديدة، يتسلوا وزيت الوقت يتثقفوا. so, وفي معارض لوحات رسم بكل الزونات بالمعرض. so, هيدا نهار ليشجع الشباب ليرجعوا للقراية، ليرجعوا للتراث، ليرجعوا للثقافة. أحلى فوضى كجمعية، دوركم إجمالا شو هو؟ تنظيم هيك أشياء؟ يعني
يعني شو هدف جمعيتكم؟ هو بلشت هيك بفوضى العملية، كنا نعمل هالوين باريد لأولادنا بشارع الحمراء، بلش العدد ب30 وصل ل120، سو إنه خلينا نعمل من هالاحتفال شيء that benefits everybody. حكينا مع جمعية الجارة الحمراء والبلدية وتوافقوا إنه نسكر الشارع ونعمل الباريد along حمرا ستريت، فأنا أوكي إذا بدنا نعمل هالشي خلينا نفيد الحمراء، من هون انطلقت الفكرة يعني وعملنا الشنايني. فهلا صارت الفكرة شو فينا نعمل كجمعية أحلى فوضى من خلال مشاريعنا. عنا 3 projects for this year، في منحدرات بشارع الحمراء اللي هن للأشخاص اللي على الويلتشير or لأم pushing her baby or للبلايند بيرسون، هيدول دايما بلوكت بسيارة تاكسي. المشكلة إنه سيارة التاكسي ما عنده محل يصف، والويلتشير بيرسون ما عنده محل يمرق. So we have to solve المشكلتين. قدمنا بروبوزل للبلدية وإن الله راد بعد المهرجان we can start working on this. Okay. البروجكت الثاني إنه مثل ما قلت الأرت، الحمرة بحاجة لأرت ولألوان. كمان في الغاربج أرياز لازم يتغطوا بشلتر. يعني كل شيء فينا ننظف ونرتب is our project. Is our aim. يعني نخلي هالشارع يرجع يتحسن شوية شكليا، يتحسن شوية بنظافته. نحن بننطلق من شارع الحمراء، ومن لما نخلص شارع الحمراء إن الله راد we want to go to other areas. يعني المشروع كيف فينا نعطي بيروت a facelift. عظيم، لأنه مشروع يعني ambitious مثل ما بيقولوا. Very ambitious. عنا شوارع challenging. Challenging أكيد، عنا شوارع حلوة كتير. وفي صعوبات مريت ل يعني مثل ما عم تحكي مثلا الناس اللي عندهم حاجات خاصه اللي ما بيقدروا يمشوا غير ما يكونوا مثلا على كرسي، بيضطروا يروحوا على الطريق يرجعوا يطلعوا على البيفمنت. يعني نعم اثنينهم عندهم مشكله، التاكسي والبيرسون اون ويلتشير. يعني بيصير واحد يفكر وين بدي بلش، الدجاجة والبيضة، انه مشكله هون مشكله هون مشكله. هيدي الصعوبه انه نلاقي الحل يلي رح يناسب أكترية الأفرقاء المعنية. بس يعني في حلول، في حلول. حلول لما في إرادة في حلول. أي. بس بدك الشعب يكون عنده هالإرادة. الشعب بده توعي. في كتير ناس ما بيعرفوا لشو هالمنحدرات. نعم نعم كمان. ما في أوانس. بصفوا قدامهم مثلا إذا They don't know. ما عارفين. على كل حال 1 حزيران لكن هو تاريخ مهرجان الحمراء يلي عم بيقدموه أحلى فوضى. إن شاء الله تكون فوضى حلوة. إن شاء الله. أنا بتمنى لكم نهار حلو. رح ناخد بريك مشاهدينا ونرجع نلاقيكم بعدين.